السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنلعب مع بعض لعبة جميلة، لعبة الليجو ديجيتال ديزاينر. هي لعبة وبرنامج في نفس الوقت، فاكرين لعبة المكعبات؟ هي نفس الفكرة، عندها أشكال كتيرة جدا متنوعة. ممكن أبدأ أختار كده وأبدأ أختار شكل المكعب اللي أنا عايزه، وليكن مثلا دوت، وأبدأ أحط في المكان اللي أنا عايزه دوت. ممكن تعمل بيت، ممكن تعمل عربية، ممكن تعمل أي شكل أنت تفكر فيه. لا كتير موجودة. ممكن تقدر تقول له كلون، يعني انسخ لي أي عنصر. ممكن تعمل له روتيت، أي شكل أنت عايز تعمل له روتيت. ممكن تعمل ألاين تول، فيكس تول، ممكن تغير اللون. ممكن تخفي حاجة، يعني عندك العنصر ده مثلا أقول له هايد، ولما تحب تزيله تاني تزيله من هنا. وده ما شايف فيه أشكال كتيرة موجودة، تقدر تخترع أي اختراع أنت عايز تعمله بسهولة بدون مشاكل. زي لعبة المكعبات اللي احنا كنا بنلعبها زمان، كانت مسلية نفس الفكرة، ممكن فيها أشكال أكتر بكتير. تعال نحط واحد زي كده، أتمنى اللعبة تعجبك.